العشبة تعتبر قامعة، يعني تشيل الالتهابات، قاطع للدم في حالات النزيف الرئوي أو النزيف الكلوي أو النزيف الطمسي عند السيدات. الحقيقة خارجية ممكن يستخدم كغرغرة، الغرغرة دي لأي التهابات خارجية حتى التهابات اللثة والالتهابات الخدية اللي بتبقى موجودة. والحقيقة ممكن الورق بتاعه يتحط فيه قاعدة كريم، ولو استخدم في قاعدة كريم يشيل الطفح الجلدي، بتشيل الطفح الجلدي إلى أبعد الحدود. باين قدام حضراتكم الورقة اللي هي أم